جمة النبهاني، هلا هلا مدير. هو العلامة العالم العلامة والحبر الفهامة إمام عصره وقوث دهره، مجدد التصوف في زمانه، والمتصدر في حضرة ديوانه المتفاني في حب رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني نسبه إلى بني نبهان، قوم من عرب البادية نزلوا بقرية أجزم بصيغة فعل الأمر، وهي قرية في الجانب الشمالي من أرض فلسطين تابعة لقضاء حيفا، من أعمال عكا في ولاية بيروت. ولد بها سنة 1265، وبها نشأ وحفظ القرآن على والده إسماعيل بن يوسف. ولما أتم حفظ القرآن أرسله والده إلى الأزهر الشريف فالتحق به ودأب على الدرس والتحصيل وتلقي العلم من كبار الأمة وجهابذة علماء الأمة المبرزين، وكان آية من آيات الله في حب الصالحين والترقيب عن آثار مكان كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صنف في فن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتبا جمة كثيرة من صنفاته، كتاب جامع كرامات الأولياء، وكتاب لم يسبقه إليه أحد من باب في بابي، وكتاب المداح النبهانية. توفي 1350 ببيروت، قدس الله سره. كل والد سيد ساشم سيد أحمد رفع الدناب شيخ الطريق رفع الصفية لحقه، حاط صورته بالديوانية المصورية.